هي شيء تصل الجنابة أو تصل الجماعة. نعم إذا كان في النهار لكن إذا نواهما جميعا فالأفضل ينويهما جميعا يغتسل على الجنابة ناوي معه وصل الجمعة حتى يجمع بمعنى الغضبان. هذا العدد بعض الناس يأتون يسلم عليك بعد السنة هذا العدد لا إذا تلاقيا في الصف ثم صليا في المسجد سلم على الله هذا حسن لأن السنة عند التلاقي سلام وصالح ولا تلاقي. نعم.